درجات حرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وفرصة أيضا لزخات متفرقة من الأمطار خلال اليومين القادمين بمشيئة الله، وحرارات صغرى قريبة من الصفر المئوي، وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متوقع أن تستمر الأجواء الباردة على أجواء المملكة خلال الساعات القادمة من هذه الليلة وخلال الأيام القادمة بمشيئة الله، ومتوقع أيضا أن تصل درجات الحرارة الليلية إلى الصفر المئوي في بعض المناطق، وتكون الأجواء شديدة البرودة في هذه الليلة وفي الليالي القادمة بمشيئة الله. وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية الواردة لدينا في مركز طقس العرب، من المتوقع خلال اليومين القادمين يوم الثلاثاء والأربعاء أن يكون هنالك أيضا انخفاض بسيط على درجات الحرارة، ولكن كما نشاهد هنا متوقع أن يكون بعض الزخات المتفرقة على مناطق متفرقة من المملكة، هذه الزخات تكون محلية، وأيضا قد تكون على شكل زخات خفيفة من الثلوج على المرتفعات الجنوبية بمشيئة الله، وتبقى هذه الأجواء وهذه الفرص للأمطار كما نشاهد خلال أيضا ساعات النهار من يوم الأربعاء إلى أن تبدأ هذه الفرص أن تضعف يوم الخميس بمشيئة الله من الأمطار، وتكون هنالك فرص لتشكل الصقيع في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر بمشيئة الله. أما فيما يخص هذه الليلة وتحديدا في العاصمة عمان، متوقع أن تكون الأجواء باردة جدا، درجة حرارة تصل إلى 3 درجات مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 7 كيلومترات في الساعة. وفي 3 أيام القادمة في العاصمة عمان كما نشاهد هنالك فرص لزخات من الأمطار خلال 3 أيام القادمة، درجة الحرارة نهارا تتراوح ما بين 10 إلى 8 درجات، وليلا تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات، وأجواء باردة بمشيئة الله في العاصمة عمان. أما في باقي مناطق المملكة نبدأها شمالا من إربد، ويوم الغد درجات الحرارة تتراوح ما بين 13 إلى 6 درجات، في المفرق من 12 إلى 5 درجات، في جرش من 13 إلى 5 درجات، وفي عجلون من 12 إلى 4 درجات مئوية. عمان من 10 إلى 3 درجات، في الزرقاء من 13 إلى 5 درجات، في البلقاء فرص الأمطار من 11 إلى 3 درجات، في مادبة من 11 إلى 3 درجات، وفي البحر الميت 20 إلى 11 درجة مئوية بمشيئة الله. وننتقل إلى المناطق الجنوبية ونبدأها من الكرك نهارا 11 إلى 3 درجات، في الطفيلة من 9 إلى 3 درجات، في معان من 11 إلى درجتين، في جبال الشرا فرص لزخات ثلجية خفيفة كما ذكرنا سابقا من 6 إلى درجة واحدة، وفي العقبة من 18 إلى 9 درجات مئوية في ساعات المساء، في رويشد 14 إلى 5 درجات، في الصفاوي 14 إلى 5 درجات أيضا، وفي الزرقاء من 15 إلى 6 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمدم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.